كيف ترين واقع اللغة العربية بشكل عام، القراءة فيها في الوطن العربي؟ شكرا لك أستاذة. طبعا لدي أيضا بعض الإحصاءات التي استطعت أن أحصل عليها، دعنا نبدأ بها وبعد ذلك نتحدث عن الموضوع قليلا. في تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها الذي صدر في تقريبا أوائل 2020، ذكروا مثلا أن معدل إنتاج الكتب في أمريكا سنويا هو 265 كتابا لكل مليون نسمة، هذا العدد هو 802 وكتابين 800 وكتابين لكل مليون نسمة في أوروبا. وفي الدول المتقدمة عموما فإن عدد الكتب المنتجة هو حوالي 513 كتاب في هذه الدول، وللدول النامية، هذه هي التعبيرات المستخدمة، 55 كتاب. نرى الآن الـ 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 الانحدار، 55 كتاباً لكل مليون نسمة. وفي المنطقة العربية معدل إنتاج الكتب هو 29 كتاباً أو 29 كتاباً لكل مليون عربي. فإذا لدينا بعض هذه الأرقام المتعلقة بإنتاج الكتب، لنعرج قليلا على القراءة. أين ذهبت القراءة؟ لا أعرف أينها، ولكن أريد أن أقول معدل القراءة السنوي عند العربي هو 24 ساعة فاصل 35، فلنفترض 25 ساعة. الحقيقة هي أفضل مما سوق له في سنوات ماضية. في سنوات ماضية كانوا يقولون بأنه في السنة معدل القراءة السنوي عند العربي هو 6 ساعات إن كنتم تذكرون، وهذا الرقم ضرب وصار الكل يذكره ويتكلم عنه، ولكن يبدو أن مؤشر القراءة العربي الذي قاس ذلك ب 2018 هذا صادر يقول بأنه تقريباً 25 ساعة قراءة. الحد الأدنى كان في الصومال 8 ساعات سنوياً، والحد الأعلى المعدل الأعلى كان في مصر بمعدل 64 ساعة، تليها السعودية والإمارات. وإن عدد متوسط عدد الكتب التي يقرأها العربي في السنة حوالي 16 كتاباً، احتل لبنان المركز الأول بمعدل 27 كتاباً، وجزر القمر وجيبوتي في المركز الأخير بمعدل كتابين. فإذا هنالك على الأقل لدينا اليوم بعض الإحصائيات وبعض الأرقام الموثوق بها نستطيع أن نركن عليها في ليس إصدار حكم، ولكن على الأقل في فهم الحاصل في عالم القراءة في الوطن العربي. ويعني أريد أن أقول أنه مثلا في أمريكا لديهم مشكلة كبيرة في القراءة، رغم كل هذا الإنتاج ورغم كل ذلك، تقريبا هنالك 27% من البالغين في أمريكا لم يقرأوا كتابا قط في 2018، يعني تقريبا نتكلم عن ثلث عدد السكان. وهنالك مشكلة كبيرة أيضا في القراءة عند الأطفال، نجد ذلك أيضا من خلال نتائج الولايات المتحدة الأمريكية في نفس الاختبار الذي تكلمت عنه بيرلز، بأنهم ليسوا في المكانة التي طبعا يودون أن يكونوا فيها، وبأنهم ليسوا من العشر الأوائل. فإذا هنالك بعض الإحصاءات الجيدة، يعني هي أريد أن أقول ليست بالسوء الذي كنا نعتقد بأن فيه، ولكن لا أريد لنا أيضا أن نرتاح ونأخذ هيك يعني نفس عميق وأنه نحن بخير، لأنه في أيضا هنالك إحصائيات أو أرقام مقلقة للغاية تقول مثلا بأنه 64% من طلابنا في المنطقة العربية ممن هم في العاشرة من العمر
يعني الصف الرابع الابتدائي تقريبا، لا يستطيعون قراءة نص بمستواهم بمستوى الصف الابتدائي الرابع وفهم هذا النص بشكل يمكنهم من إجابة أسئلة فهم عليه بشكل كاف. وهذا موضوع بالنسبة لي لاهتمامي بالتعليم مقلق للغاية ولا نستطيع أن نتجاوزه. يعني أنا برأيي هذا موضوع، أستغرب أن وزارات التعليم في الوطن العربي لم تطلق صفارات الإنذار فيما يتعلق بهذه الإحصائيات التي سميت بفقر التعلم. هو ليس فقرا ماديا وإنما فقرا قرائيا علميا عند الأطفال لدينا. وطبعا للأسف بسبب بعض الحروب في بعض البلدان العربية اليوم، مؤسف للغاية لأن هذه النسب تزيد، وزد على ذلك مسألة كورونا التي لربما بسبب أحيانا الدراسة عن بعد، يعني الكل يتساءل كيف الأطفال الذين هم في الصف الابتدائي الأول والثاني الذين درسوا عن بعد، كيف اكتسبوا، كيف تعلموا اللغة والقراءة بهذه الطريقة، لا نعرف بعد. على أن الأرقام العالمية تقول بأن الوباء زاد تقريبا 20% من نسبة القراء حول العالم، ولكن ليست لدينا بعض إحصائيات عن المنطقة العربية، وإنما بسبب الحبسة في البيت فإن نسبة القراءة زادت عند الكثيرين. ولكن أنا ما زلت أريد أن أقول هنالك صفارة إنذار مقلقة للغاية تتعلق بالفهم القرائي عند الطلاب. وهنا نتكلم عن التعليم الذي سأتركه للسؤال الثالث لأتكلم عنه قليلا أو أكثر من الآن، ولكن هذا نحتاج إلى أن ننتبه إليه. الآن أريد أن أتحدث عن شيء حلو، شيء عظيم يحصل، لأن الصورة ليست دائما كلها عتمة. حتى العتمة هنالك فيها بعض النجوم، أقمار، بدور، أهلة، شيء يعني فيها شيء مفرح. أريد أن أتكلم قليلا عن تحدي القراءة العربي الذي هو بحق تحدي قراءة عربي، لأنه رغم أنه انطلق من الإمارات إلا أنه الاستفادة التي عمت خاصة في الدول العربية. أنا أعرف أن هناك دول أجنبية كثيرة شاركت، هناك طلاب من دول كثيرة جدا في أوروبا وحتى أمريكا وأستراليا وغير ذلك شاركت في هذا التحدي بأعداد جدا محترمة، وإنما بسبب أوضاع المنطقة العربية قرائيا أود أن أركز عليها وأن أقول نسبة القراءة التي زادت، هذه التوجهات الإيجابية التي حصلت بسبب تحدي القراءة العربي، لربما لم يحدث قط أن رأينا مبادرة بهذا الحجم، بهذا الشكل، بهذا الأثر، لدرجة أنني كنت في لقاء مع المسؤولين عن مكتبة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، كان لقاء عن شيء آخر، نتحدث عن شيء له علاقة بالتعليم، وكنا نتكلم عن القراءة، وأفادت المسؤولة بأن منذ بدء تحدي القراءة العربي زادت نسبة استعارة الكتب من هذه المكتبة بنسبة 100%، وهذا يعني شيء أكثر من رائع. وأنا متأكدة لو استبينا أو لو استطلعنا المكتبات العامة في أرجاء المنطقة العربية لوجدنا لربما شهادات مماثلة. وأريد أن أقول لو كان هناك أي شخص من تحدي القراءة العربي يسمعنا، من الضروري جدا، هو عتب وطلب، هذه المبادرة أقول مرة ثانية من المبادرات الجبارة التي تحتاج إلى قياس أثر،
التي تحتاج إلى بحوث علمية تنظر فيها، تتمعن، تعمق، تحصي، تدرس ما الذي حصل، لأنه حرام برأيي أن نكتفي فقط بأن نقول مثلا هناك 55 مليون طالبا اشتركوا في هذه المبادرة، في هذا التحدي، أو هناك 200 مليون كتابا قرئ فيها، وهذا عظيم، ولكن نحتاج إلى ما هو أعمق، وأتمنى أن يكون القائمون على التحدي يعملون على بحوث من هذا النوع، لأنها ستساعد الكثيرين، ستساعدنا كثيرا بفهم الحاصل وفهم الأثر الحقيقي لهذه المبادرة. شكرا أستاذة دكتورة هنادي، صراحة حقيقة وصراحة أثلج صدرنا الحديث عن تحدي القراءة وعن هذا الدور الإيجابي الكبير له. فخورون جدا بهذه المبادرة وبوجودها، وبأيضا تهافت القراء للمشاركة فيها وأن يكونون جزءا من هذا الحدث المهم، كما أيضا ارتفاع نسبة عدد القراء وعدد ساعات القراءة. هذا أمر جدا جميل، وجود هذا الوعي ونموه في ظل المبادرات القرائية أمر جدا رائع، وهذا ما يجعلنا نعتقد ونؤمن أن المستقبل القرائي سيكون أفضل بكثير، مستقبل جميل للوطن العربي. هذا الحديث يقودنا إلى السؤال الأخير أستاذة دكتورة هنادي، التحديات. تحدثت اليوم أن هناك مواجهة لتحديات سابقة، أن هناك تغلب على العديد من التحديات برز من خلال ارتفاع نسب القراءة ومؤشراتها. كيف ترين هذه التحديات؟ وما هي من وجهة نظرك التحديات الباقية التي لم يوضع لها حلول؟ وما هي الحلول من وجهة نظرك أستاذة دكتورة هنادي؟ جميل، سنختم بهذا السؤال وهذا الحديث المهم جدا. أنا شخصيا برأيي طالما أن هناك مبادرة بوزن وحجم تحدي القراءة العربي التي أتمنى وأراها مستمرة، وهذا شيء رائع، لأن الميزانيات الموضوعة خلفها ميزانيات هائلة، قد تكون ميزانيات دول، فهذا وحده أمر جلب القراءة للمجتمع، أنزله من المكتبات ومن الأبراج العاجية أحياناً، أو أحياناً من الكلام، نحن شاطرين من أساتذة الجامعة الحكي، ويجب أنه لازم أنه علينا أن، فهذا الذي فعله أنه قال حلوا عني بلا حكي، نريد أن نفعل حقيقة، فهذا شيء عظيم. لكن التحدي الكبير 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 الذي أراه مستمراً، ولدي توجس ولدي خوف حقيقة، هو التعليم، لأن المبادرة بالآخر تبقى مبادرة، وبالرغم من أن 55 مليون طالب فعلاً شاركوا فيها، ولكن إن لم نستطع، وأنا أريد أن يعني أبني على هذه المبادرة، لأنني أخشى عليها في يوم ما ألا تستمر. إذا لم تصبح هكذا مبادرة جزءاً من نظام التعليم، جزءاً مما تفعله المدارس، جزءاً من المناهج التعليمية خاصة في اللغة العربية، فالأثر سيكون صعب أن نراه، والدليل أننا في هذه الاختبارات العالمية ما فتئنا وما زلنا وما دمنا دائما في ذيل القائمة كدول عربية، تلك الدول العربية التي تأخذ هذا الاختبار، وهذا أمر يعني محزن، لأنه أظن أننا لدينا المصادر اللازمة والموارد اللازمة، لدينا العقول، لدينا أحيانا في كثير من الأماكن هنالك الإرادة السياسية، هنالك أحيانا في كثير من الدول هنالك الميزانيات الموضوعة للتعليم، ميزانيات جيدة، وعلى فكرة يعني ميزانيات بعض الدول العربية هي تفوق ميزانيات بعض الدول التي ذكرت بأنها كانت في الطليعة. المسألة ليست مسألة ميزانيات وفلوس،
المسألة مسألة تكتيك، مسألة استراتيجيات ذكية، مسألة معرفة بالتعليم وشو اللي بيزبط وشو اللي ما بيزبط. تعليم القراءة، لو أنا علي المنهج الذي نستخدمه الآن، كل المناهج التي نستخدمها الآن أضعها على جنب وأستبدل، هذا أتكلم عن اللغة العربية، وأستبدلها بأن يقرأ الطلاب كما يفعلون في تحدي القراءة، أن يقرأوا كمنهج ملزم، أن يقرأوا 50 كتاباً في السنة الدراسية، يجيبون عليها أسئلة ويعملون شبكات مفردات وشبكات مفاهيم ويرسمون جداول ويرسمون مثلا خريطة للمكان والزمان والشخصيات ويحللون. هذا أهم بمليون مرة مما يفعلونه في أي منهج من المناهج اللغة العربية التي لدينا اليوم. فأنا خوفي أن القراءة، أين القراءة تصبح عادة؟ الكل يقول البيت البيت البيت، ممكن في البيت نعم هو جزء، ولكن لدينا في المنطقة العربية، أنا أريد أن أتكلم عن المنطقة العربية التي نعرفها جيدا، حيث البيت نحتاج إلى وقت كي نثقف البيوت، كي نثقف المجتمع على أهمية القراءة، ولكن لدينا فرصة بالتعليم، لدينا الكل يذهب تقريبا للأسف، الكل ولكن بنسب عالية يذهب إلى المدرسة، هنالك نسب تمدرس عالية ولكن لا توجد نسب قراءة عالية. في المدارس في بلدان عديدة حضرت صفوف ولاحظت صفوف كثيرة للغة العربية، ما في قراءة، المعلمة هي تتكلم كل الوقت، والطالب إن قرأ ربع دقيقة بيكون كتر خير الله. فنحتاج إلى إعادة النظر جذريا، ليس جزئيا ولا قليلا ولا شوي شوي، جذريا بما نفعله في تكريس القراءة كعادة. والقراءة يعني ما نحن جميعا نعرف أن هذه، أن القراءة والعمل في حلقات والتتلمذ على عالم، هذا أتى من عندنا، هذا أتى من الثقافة العربية ومن التاريخ العربي، فكيف نبذناه وأخذه عنا الآخرون ونحن صرنا نعلم تعليما بائسا سطحيا تلقينيا مهمش، لا يعطي للطالب فرصة، لا يغمره بالقراءة، لا يغمره بالكتاب وبنصوص لها معنى. وأيضا أريد أن أقول، لا أتكلم بالضرورة كذلك عن أن نغرق الطلاب بنصوص صعبة، أن يقرأوا هم اليوم ما قرأت أنا في عمري من عندما كنت في المدرسة من 40 و30 سنة، ليس هذا المطلوب. نحتاج إلى الكتب العصرية الحديثة اللطيفة خفيفة الدم التي المصنفة بحسب المستوى الانقرائي، نحتاج إلى الكتب العصرية المدروسة المفردات، ذات مفردات معقولة، مش أدخل على ابن صف أول وأقول له مرحى يا صاح، لا، ليس هذا المطلوب. أريد أن أقول، لا أستطيع أن أتكلم كفاية عن التعليم، عن الخطر الذي يحوق أو يحيق بنا إن لم نعتني اعتناء هائلا بالقراءة، ولكن كجزء من المناهج وفي التعليم وفي المدارس. أنا برأيي لا يوجد أي حل إن لم نستطع أن نفعل هذا في مدارسنا. وأريد أن أقول آخر شيء، لا يوجد ناس لا يحبون القراءة أبداً أبداً، هذه أسطورة، ولكن نحن فقط لم نساعدهم كفاية ليجدوا الكتب وأنواع الكتب وأنماط الكتب التي تستهويهم.